مرحبا أصدقائي. قانوننا لليوم هو الجهد الأقل. هذا القانون بيقول لك إنك تعمل جهد أقل وتحصل على نتائج أكثر. طبعا هذا القانون بيقول لك اللي يمشي معك صح ما فيك تنشغل بتوافه الأمور. مين حكى؟ مين قال؟ إنستغرام، مشاهير، فاشينيستات. يعني هذا القانون بيجي يقول لك لازم تكون القيم اللي عندك إياها اللي أنت بتبناها تكون قيم عالية، مثل الحب، السلام، الخير، الجمال، الامتنان والوفرة. طبعا أكيد بنعرف الوفرة لا تعني المال. لما بتكون القيم اللي أنت متبناها قيم عالية، حياتك بترتب بطريقة سحرية. الكون ببلش كأنه عم يكافئك ويدعمك. بتلاحظ بصير في سريان بحياتك، ممكن هذا السريان والشي المنيح ينعكس على الأشخاص اللي حواليك. كنا بنعرف إنه السلوك الإنساني، السلوك البشري بيتبع قانون الجهد الأقل. يعني إذا حطينا للإنسان خيارات عدة، بشكل طبيعي هو رح يختار الشيء اللي فيه أقل جهد وأقل قدر من العمل. بيطلب منا قانون الجهد الأقل إنك تلتزم بعدة أمور. القبول طبعاً هي الأصعب، إنه تقبل المرحلة اللي أنت فيها وتقبل واقعك وتقبل حياتك والأشخاص وتكون بحالة رضا. من الأمور المهمة اللي بيطلبها هذا القانون هي تحمل مسؤولية. جهد أقل لا يعني أنك حاط أجر على أجر وبدك تحقق نجاحات. لازم تتحمل مسؤولية حياتك وتعمل خطة وهدف وتمشي فيهم. التسليم بقانون الجهد الأقل بيقول لك أنت ما بتقدر تضل متحكم بحياتك ومسيطر عليها حتى بالمواقف السيئة. فهذا القانون بيدعيك لتفك شوي وتمشي مع الفلو وتستسلم للأحداث اللي عم بتصير، وتتأكد أنه أكيد في خير مخبى وراها. من الأساسيات المهمة بهذا القانون هو يكون نابع من حب. لما بتعمل شيء والدافع تماما من وراه هو الحب، يختلف عن لما بتشتغله من ناحية واجب أو فرض. كتير مثال بسيط، الطبخة بتلاقي سيدتين عندهم نفس المقادير، نفس المكونات، وعم يعملوا طبخة، بتلاقي بيقولوا لك إنه هاي نفسها مختلف عن هاي. لا، هاي دي عملتها بحب وهاي دي عملتها بأقل حب. وتلاحظوا اللي عملتها بأقل حب هي عندها مجهود وبتتعب بعض الطبخة، هديك بتكون عملتها وقت أقل وطلعت مع الطبخة أزبط، لأنه كان الدافع من خلالها هو حب. فلما بنعمل شيء بحب بتكون الطاقة فعالة ومتشددة وعلى طول بتضاعف. آخر كم نقطة رح ركز عليها بهذا القانون هو نعيش اللحظة. ما كتير نفكر بالمستقبل ولا نعطي نحن هلأ هون وبس عقلنا وأفكارنا كلها لبكرة أو لبعد شهر أو لبعد كم سنة. وأكيد ما نكون أسيرين لأفعالنا أو الأمور اللي حصلت بالماضي وما قدرنا غيرنا عليها. يعني هون بيرجع بيلف وبيدور للقبول، لنكون بحالة قبول لكل شيء بحياتنا. يا رب كون فدتكم بهذا الفيديو. تروني بالفيديو الجاي. سلامات.